أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما آسفونا انتقمنا منهم. صدق الله العلي العظيم. عن ماذا نتحدث اليوم؟ حديثنا في هذا اليوم: هل يكون عن موضوع مرتبط بالتوحيد؟ لا، حديثنا اليوم ليس عن جانب من جوانب التوحيد، ولكن يلزم أن نذكر هذه القضية وهذا الموضوع المهم المرتبط بالتوحيد كمقدمة. هذا الموضوع وهو شيء مرتبط بأصل التوحيد، يعني بأصل الدين. هذا الموضوع ذكرته سابقا بسرعة من دون توضيح، وهو أن علماء الشيعة اتفقت كلمتهم على أن الله عز وجل ليس محلا للحوادث، وهذا المعنى جمهرة كبيرة من علماء العامة أيضا يقرون به، بل كثير من علماء الشيعة وكثير أيضا من علماء العامة يقولون أن من يرى خلاف ذلك فهذا كفر، أن من يرى أن الله عز وجل محل للحوادث هذا يقر بكفر. يعني ماذا؟ الله عز وجل ليس محلا للحوادث. الحوادث يعني الأمور الحادثة، الأمور التي ما كانت فحدثت. المخلوق هو موضع للحوادث، موضع للتغيرات. المخلوق يتغير، الخالق لا يتغير، لا يحصل فيه تغيير. الصفات التي هي متغيرات لا يمكن أن تحدث في الله عز وجل. التغير صفة المخلوق. الله عز وجل لا يتغير أبدا، لا يحصل فيه أي تغير. التغير معناه ماذا؟ معناه أن هذه الحالة ما كانت، صارت. إذن حالة حادثة،
الله عز وجل ليس حادثا، الله قديم. هذا شيء يثبتون ذلك بالأدلة العقلية الواضحة، ولذا قلت لكم اتفقت كلمة علماء الشيعة على ذلك بكل وضوح، لا يتغير في الله شيء. الله عز وجل أصلا ليس مركبا، هو الذي يتغير يلزم أن يكون مركبا من شيء وشيء، فهذا يتغير فيه هذا يبقى. الله عز وجل ليس مركبا أصلا، ليس له جزء، وجود الجزء هذا معناه أنه متعدد ليس واحدا. الله عز وجل واحد أحدي. هذا المعنى معنى واضح جدا بديهي عند علمائنا، ولكن هناك نصوص شريفة كثيرة، عشرات من الآيات القرآنية، مئات من الأحاديث الشريفة، تصف الله عز وجل بأوصاف ظاهرها متغيرات حوادث. هذه الآيات القرآنية والروايات الشريفة لها تفسير. الذي لا يعلم تفسير هذه الآيات القرآنية والروايات الشريفة عنده مشكلة، عنده نقص في مجال التوحيد. مثلا الله عز وجل يقول وما ظلمونا، يعني ماذا؟ ممكن أن شخص أن شخصا يظلم الله عز وجل؟ محال. يتمكن أحد أن يظلم الله، أن يوصل ضررا إلى الله عز وجل؟ محال. آية قرآنية أخرى الله عز وجل يقول فلما آسفونا، عجيب، الله عز وجل يتمكن مخلوق أن يوصل إليه الأسف؟ المخلوق يتمكن أن يتصرف في الله عز وجل؟ محال. فلماذا الله عز وجل قال فلما آسفونا؟ معنى هذه الآية، الآية صحيحة قطعا صحيحة، آية قرآنية، ما هو معنى هذه الآية؟ نموذج آخر، آيات عديدة الله عز وجل يذكر أن الرضا لله، الغضب لله، الله رضي، الله غضب، لقد رضي الله عن المؤمنين. أولئك الأعداء عليهم غضب من الله، غضب الله عليهم، آيات عديدة تذكر الرضا والغضب، تنسب الرضا والغضب إلى الله عز وجل. الرضا والغضب صفات متغيرة. أنا الآن راضي عن شخص، بعد ساعة غاضب على شخص، تغير في شيء. هذا الشيء يتصور في الله عز وجل؟ محال. إذن ما هو معنى هذه الآية القرآنية التي عبرت عن شيء برضا الله، عبرت عن شيء بغضب الله عز وجل؟ ما الذي تقصد هذه الآية القرآنية؟ أقرأ لكم روايات شريفة. الحديث الشريف الأول في خطبة للمولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من روائع خطب أمير المؤمنين وكلها رائعة، يقول في مقطع من هذه الخطبة عن الله عز وجل، يقول لا تجري عليه الحركة والسكون. الحركة ليس المقصود فقط الحركة بالجسم، الله عز وجل ليس جسما أصلا، الحركة التغير، نفسي فيها صفة معينة الآن، بعد ساعة في نفسي صفة ثانية، هذه حركة. السكون، هذه النفس فيها هذه الصفة، بعد ساعة أيضا هذه الصفة لا زالت موجودة. أنا غاضب على شخص، بعد ساعة لا زلت غاضبا، النار لا زالت مشتعلة في نفسي، هذا سكون. الله عز وجل لا تجري عليه الحركة والسكون، لا تجري عليه الحركة والسكون. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل باستدلال عقلي جدا دقيق، يقول وكيف يجري عليه ما هو أجراه؟ الله عز وجل خلق هذه الصفات، كيف هذه الصفات التي هي مخلوقات لله تكون في الله؟
هو خلقها، يعني ما كانت خلق لله عز وجل. الله عز وجل نتمكن أن نقول ما كان فصار، والعياذ بالله، هذا كفر. وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود إليه ما هو أبداه؟ الشيء الذي هو أبداه يعود إلى الله عز وجل، يصبح في الله عز وجل، لا يمكن. حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول له السائل: يا ابن رسول الله، أخبرني عن الله، هل له رضا وسخط؟ الله عنده رضا وسخط؟ طبعا القرآن الكريم ذكر، ولكن ما هو معنى الكلمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين. لا تتصور أن الحالة التي تحدث في الإنسان في المخلوق عند الرضا هذه الحالة تحدث لله، حاشا لله. أنت عند الرضا تحدث فيك حالة انشراح، حالة انبساط في نفسك تجاه شخص، تجاه شيء ترضى عنه. عندما تغضب على شيء أو على شخص تحصل فيك حالة غليان، اشتعال نار. هذه الحالة في الله مستحيل. هذا معناها أن الله والعياذ بالله تعالى تغير. التغير حدوث، الله عز وجل ليس حادثا. حدوث يعني ماذا؟ يعني ما كان صار. نتمكن عن الله أن نقول ما كان فصار؟ يا ابن رسول الله، أخبرني عن الله، هل له رضا وسخط؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، له رضا وسخط، ولكن ليس بالمعنى الذي تتصور، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين. إذن ما هو معنى رضا الله؟ ما هو معنى غضب الله؟ غضب الله، قال عليه الصلاة والسلام: ولكن غضب الله عقابه ورضاه ثوابه، فعل لله عز وجل. حديث شريف آخر، هذا الحديث سريع، أقراه، حديث لطيف. سئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن رضا الله وسخطه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك لأن الرضا والغضب دخال يدخل عليه. الرضا والغضب يدخل على الشخص الغاضب والراضي، دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال، تغير. لأن المخلوق أجوف، أجوف يعني ماذا؟ يعني فيه فراغ، يمكن أن تجعل في هذا الفراغ الرضا، تجعل في هذا الفراغ الغضب، تجعل في هذا الفراغ الفرح، تجعل في هذا الفراغ الحزن. الله عز وجل ليس فيه فراغ، الله ليس أجوف، لأن المخلوق أجوف، معتمل، يعمل فيه شيء مركب. الله عز وجل ليس مركبا للأشياء، بالنسبة إلى المخلوق، للأشياء فيه مدخل، الأشياء تدخل إلى المخلوق، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه، لأنه واحد، أحدي الذات وأحدي المعنى. إذن يا أخي فسر لي هذه الآيات التي ذكرت أن الله عز وجل غضب، أن الله عز وجل رضي، فلما آسفونا، يعني ماذا هذه الآيات؟ يعني ماذا؟ ما هو معناها؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أجاب على هذا السؤال الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا ولكنه. إذن إله يا مولاي، يا أبا عبد الله الصادق، ما هو معنى هذه الآية؟ فلما آسفونا يعني ماذا؟ رضي الله عنهم يعني ماذا؟ عليهم غضب من ربهم يعني ماذا؟ ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون. محمد وآل محمد صلوات الله عليه ولكنه عز وجل خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم لنفسه رضا وسخطهم لنفسه سخطا. في نسخة: فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: وقال عز وجل أيضا:
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. شخص يتمكن أن يبايع الله، الله عز وجل اعتبر من بايع رسوله هو بايع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك. أي آية وجدت بهذا المعنى تفسيرها هذا، أن هذه الصفة كانت في ولي لله عز وجل فنسبها إلى نفسه. وهكذا الرضا، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك، أشكال ذلك، أشباه ذلك، كلها هذا معناها. أشياء تحدث في خيرة خلق الله عز وجل، هذه الأشياء نسبها الله عز وجل إلى نفسه. هذا المعنى معنى مهم توحيدي مرتبط بالتوحيد. هذه مقدمة، ندخل في كلامنا في أصل حديثنا. النبي صلى الله عليه وآله في مئات في آلاف من المواقف ذكر جوانب كثيرة من عظمة ابنته سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. في إحدى أعظم تلك الكلمات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه النقطة نقطة عظمة كبيرة جدا في ابنته الطاهرة صلى الله عليه وآله، قال كلاما، هذا الكلام ما قاله في موطن واحد، في عشرات المواطن قاله. ماذا قال؟ قال: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. قال: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. قال: إن الله يغضب لغضبك، خطابا إلى ابنته فاطمة، ويرضى لرضاك. قال: إن الله يسخط لسخط فاطمة. حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله في مصادر الشيعة وفي مصادر العامة. ما هو معنى هذه العبارة؟ إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، يعني ماذا؟ هنا ثلاث احتمالات، احتمالان باطلان قطعا، فلا يبقى إلا احتمال ثالث وهو الصحيح. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، يعني ماذا؟ الاحتمال الأول أن يكون المعنى أن فاطمة ترضى برضا الله وفاطمة تغضب لغضب الله. هذا المعنى غير صحيح، غير صحيح، يعني ليس المقصود، وإلا هو صحيح لا شك، ولكن هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تدل على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وآله أفصح الخلق، أبلغ الخلق، ما قال إن فاطمة ترضى لرضا الله، قال إن الله يرضى لرضا فاطمة. كان يتمكن النبي أن يقول إن فاطمة ترضى لرضا الله. الكلمة ليس هذا معناها، واضح المعنى كاملا مخالف لهذا المعنى الذي يمكن أن يقال، فإذن هذا المعنى ليس صحيحا. المعنى الثاني، نأخذ بظاهر العبارة، معنى العبارة أن رضا الله عز وجل تابع لرضا فاطمة، الله تابع لفاطمة، هذا المعنى أيضا باطل بالبداهة، الله عز وجل ليس تابعا لأحد. ظاهر الكلمة هذا، إن الله يرضى لرضا فاطمة، هذه الكلمة التي قطعا قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، نريد أن نأخذ ظاهرها، معنى العبارة أن الله عز وجل تابع رضاه، تابع لرضا فاطمة، غضبه تابع، هذا مستحيل، الله عز وجل ليس تابعا. فلا يبقى إلا المعنى الثالث. المعنى الثالث هو المعنى الذي ذكره الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الشريفة التي ذكرتها لكم، قرأتها لكم قبل قليل، أنه هناك شيء واحد هو رضا فاطمة، هذا الشيء الواحد هو الذي سماه الله عز وجل رضا نفسه، هناك شيء واحد هو غضب فاطمة، هذا الشيء الواحد هو الذي سماه الله عز وجل غضبه. يعني متى ما رضيت فاطمة
حدث شيء، انبساط، انشراح في نفسها. هذا الشيء الذي يحدث في نفس فاطمة صلوات الله عليها، هذا الشيء الله عبر عنه برضاه. يحصل لفاطمة غضب يوم عاشوراء، حصل لفاطمة غضب على أولئك. هذا الغضب الذي حصل في نفس الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، هذا الاشتعال، هذا الغليان الذي حصل في نفسها صلوات الله عليها، هذا الشيء الله عز وجل سماه غضبه. بعبارة أخرى دققوا في هذه الكلمة، لا توجد اثنينية أصلا، لا يوجد شيء هو رضا الله وشيء آخر هو رضا فاطمة، يوجد تلازم بينهما، لا 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 لا. هناك شيء واحد فقط في الكون يحدث، عندما يحدث شيء سيء، مثلا أوضح شيء قتل الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. حدث في الكون شيئان، حدث في نفس الصديقة الكبرى غضب، وحدث لله غضب، لا، حدث شيء واحد فقط، حدث في نفس الصديقة الكبرى صلوات الله عليها غضب على هذا الشيء الذي ارتكب. هذا الشيء الواحد الذي حدث له اسمان، شيء واحد له اسمان، نسميه غضب فاطمة، نسميه غضب الله، اسمان لشيء واحد، لحقيقة واحدة. بعض الأشياء شيء واحد، تنظر إلى هذا الشيء وتجعل له أكثر من اسم. هناك شخص واحد اسمه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على نفس هذا الشخص، هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نفسه، تعبيران عن حقيقة واحدة، شيئان، ابن عبد الله ابن عبد المطلب شيء، محمد ابن عبد الله هو شيء ثاني صلى الله عليه وآله. اللهم صل على، شيء واحد موجود له اسمان. هذا معنى هذه الرواية الشريفة، يوجد شيء واحد اسمه غضب فاطمة، هذا الشيء تسميه غضب فاطمة صحيح، نفس الشيء تسميه غضب الله صحيح. هذا المعنى الصحيح الذي ورد في هذه الرواية الشريفة، وهذا المحتمل الثالث الذي يمكن أن نقوله في حديث النبي صلى الله عليه وآله، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. من هنا كل الآيات القرآنية التي فيها غضب منسوب إلى الله عز وجل، فيها سخط منسوب إلى الله عز وجل، كل الروايات الشريفة التي قالت غضب الله عز وجل، غضب على كذا، غضب على الشخص الفلاني، على الأمة الفلانية، كلها معناها أن فاطمة غضبت. أذكر لكم آيات قرآنية، النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث ذكر الرضا والغضب في حديث واحد، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. بعض الآيات القرآنية أيضا هكذا، آية قرآنية ذكرت الرضا والغضب، يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. رضوان رضا الله، كمن باء بسخط سخط الله. ما هو معنى الآية المباركة؟ معنى هذه الآية المباركة حسب كلام النبي صلى الله عليه وآله، هذا الحديث المتواتر حسب تفسير النبي صلى الله عليه وآله، أفمن اتبع رضا فاطمة كمن باء بسخط فاطمة ومأواه جهنم. آية قرآنية أخرى أيضا جمعت بين الرضا والغضب، يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه الآية المباركة حسب تفسير النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المتواتر معناه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط فاطمة وكرهوا رضوانها فأحبط الله أعمالهم. آية قرآنية أخرى، الله عز وجل في هذه الآية المباركة نهى، دقق، نهى عن تولي اتباع أناس غضب الله عليهم، نهى عن تولي أناس غضب الله عليهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ما هو معنى الآية القرآنية؟ حسب تفسير النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. غضب الله وغضب فاطمة. معنى هذه الآية المباركة حسب تفسير النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المتواتر: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضبت فاطمة عليهم. آية قرآنية أخرى: خب، شخص تولى أناسا الله غضب عليهم، يعني فاطمة غضبت عليهم، ما هو عقابه؟ ما الذي يجري على اتباع، دققوا افهموا المعنى، اتباع أناس فاطمة غضبت عليهم؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذي، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، إلى أن يقول عز وجل: أعد الله لهم عذابا شديدا. الذي يتولى قوما غضب الله عليهم، يا رسول الله يعني ماذا غضب الله عليهم؟ رسول الله يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، يعني فاطمة غضبت عليهم. الذي تولى قوما فاطمة غضبت عليهم، أعد الله لهم عذابا شديدا. هذا حسب تفسير النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المتواتر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا، قضية العجل تعرفونها التي حدثت في بني إسرائيل، اتخذوا العجل. النبي صلى الله عليه وآله في حديث صحيح قطعا بل لعله متواتر يقول أنه ما حدث في الأمم السابقة تحدث في هذه الأمة، وبصورة خاصة ما حدث في أمة موسى سيحدث في هذه الأمة بالتأكيد، طبعا بفارق العظمة. نفس القضايا التي حدثت تحدث في هذه الأمة، الذي يحدث في هذه الأمة أعظم بكثير مما حدث في أمة موسى، أعظم بكثير، ولكن نفسه يحدث بشكل عظيم. قضية العجل كانت في أمة موسى، النبي صلى الله عليه وآله يقول كل شيء يحدث في أمة موسى يحدث في هذه الأمة. قضية العجل كانت في هذه الأمة، تعرفونها أنتم، أنتم مؤمنون. في أمة موسى اتخذ العجل، في هذه الأمة أيضا اتخذ العجل. يقول الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. غضب من ربهم، يا رسول الله ماذا يعني هذه، ماذا تعني هذه الآية القرآنية؟ يقول إن الله لا يغضب لغضب فاطمة. سينالهم غضب من ربهم، يعني الذين اتخذوا العجل سواء ذاك أو هذا، سينالهم غضب فاطمة. آية قرآنية أخرى يقول الله عز وجل: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذه الآية تفسيرها من قبل النبي صلى الله عليه وآله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخطت فاطمة عليهم وفي العذاب هم خالدون. أخيرا وليس آخرا، الآية التي نقرأها في كل يوم على الأقل 10 مرات، يجب علينا أن نقرأها في كل يوم 10 مرات على الأقل في سورة الحمد. سورة الحمد يجب على كل مسلم أن يقرأها في كل يوم 10 مرات في الصلوات الواجبة، هذا المقدار المؤكد. في هذه الآية، في هذه السورة نقرأ: غير المغضوب عليهم. يجب على كل مسلم في كل يوم 10 مرات على الأقل يدعو الله عز وجل، يقول: إلهي اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم، محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. غير صراط ثاني، غير المغضوب عليهم.
نسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله من هم المغضوب عليهم، من الذي غضب الله عز وجل عليهم. النبي بصريح العبارة يقول إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها. غير المغضوب عليهم يعني ماذا؟ يعني إلهي لا تجعلني أمشي في طريق الذين غضبت فاطمة عليهم. هذا التفسير ليس مني، تفسير كلام النبي صلى الله عليه وآله للقرآن الكريم. إن الله لا يغضب لغضب فاطمة. المغضوب عليهم من هم؟ الذين غضبت فاطمة عليهم. البعض لماذا لا يدركون؟ لا أعلم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الإعلام المضلل ضل لهم. توجد في نفوسهم مشكلة، الله عز وجل ما هداهم. قضية واضحة، آيات، وهذه الرواية الشريفة، الآيات آيات قرآنية، هذه الرواية الشريفة رواية متواترة. هذه نماذج ذكرتها، نماذج أخرى أيضا في القرآن الكريم كثيرة. أي آية قرآنية، أي رواية شريفة فيها كلمة غضب الله بتفسير من رسول الله صلى الله عليه وآله، تتمكن تأخذ هذه الكلمة تجعل بدلها كلمة غضب فاطمة. فاطمة غضبت على أناس، نعم، وتغضب على أناس. القضية خطيرة، أعد الله لهم عذابا شديدا. هذه آيات قرآنية قرأتها لكم. اتباع أولئك خطر كبير بنص القرآن الكريم. العبارة قوية، أعد الله، إعداد، تهيئة. الله يسميه عذابا شديدا. أختم كلامي بحديث شريف. هذا الحديث نقله عدد من محدثي العامة القدماء منهم، المحدثين في القرن الثالث الهجري، يعني في زمن الإمامين الهادي والعسكري عليهم الصلاة والسلام. بعض المحدثين كانوا في ذلك الزمن، كتبهم موجودة اليوم من علمائهم الكبار. المحدثون في القرن الرابع الهجري، يعني في زمن الغيبة الصغرى، ذكروا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وغيرهم من بعدهم جاء نقل عنهم أيضا. كنموذج من المصادر، كتاب الآحاد والمثاني للضحاك، هذا كان يعيش في زمن الإمامين الهادي والعسكري صلوات الله عليهما، أبو بكر الضحاك مشهور، واحد من علمائهم. نقل هذه الرواية الطبراني. الطبراني كان في القرن الرابع الهجري، 360 هجرية لعله تقريبا توفي. الطبراني من مشاهير علمائهم في كتابه المعجم الكبير وغيرهما. نقلوا هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة، لا أريد أن أفسر الحديث، جدا 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 مؤلم. هذه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، هذه سيدة نساء أهل الجنة في الدنيا، هي سيدة نساء العالمين في الجنة أيضا، هي سيدة نساء العالم. ماذا صنعوا بها؟ سطر أو نصف سطر.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة: يا بني، إنه ليس من نساء المسلمين امرأة أعظم رزية منك. كلام النبي، لا يوجد أحد من نساء العالمين، لا توجد امرأة رزيتها مصيبتها أعظم من مصيبة فاطمة. أعظم نساء المسلمين، أعظم نساء هذه الأمة، أعظم نساء العالمين رزية مصيبة هي فاطمة. نقلت الحديث من مصادر العامة. التي كان المفروض أن لا ترى أي مصيبة، أن لا ترى أي رزية، هي أعظم امرأة رزية ومصيبة. الأيام القادمة في هذا الأسبوع القادم أيام ذكرى استشهاد الصديق الكبرى، التي هي أعظم نساء العالمين مصيبة ورزية. وهذه الأيام إحدى أعظم مظاهر غضب فاطمة، الذي هو غضب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضيت عنهم فاطمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغضب لغضب فاطمة. اللهم زد في قلوبنا حب فاطمة وحب أوليائها، وزد في قلوبنا بغض أعداء فاطمة وبغض من أبغضتهم فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.